لكي تبرز أهمية هذا النوع من الفقه وأهمية هذا النوع في العلوم على شتى أصنافها وعلى شتى فروعها، وضرورة أن يكون للداعية المسلم وللعالم والفقيه ولجميع المسلمين ترتيب لهذه الأولويات في تناولها وطرقها وبحثها، ولكن كل ذلك ينبغي أن يكون على أصل أصيل وعلى أساس متين من النصوص الشرعية. فنحن نعلم أن الله عز وجل أكمل لنا هذا الدين وأتمه علينا، والواجب فينا والواجب علينا أننا نسعى في أول ما ينبغي أن نسعى إليه نحن طلبة العلم الذين نحمل ميراث النبوة، أن نسعى إلى تقصير أنفسنا وأن نكون على وعي وفهم بأصول شرعنا وبأصول ديننا، حتى إذا تكلمنا بعلم، وحتى إذا ما تناولنا أي أمر أو مسألة أو قضية أو حادثة بعينها ننطلق من هذه الأصول، ننطلق من هذه الأصول ونحتكم إليها، وبالتالي هنا تكون هناك أوليات وأولويات لهذا الشخص الذي انتسب لهذا الدين وتعلم علوم الدين، وبالتالي أخذ يفتي أو يعني يشرح أو يحدث أو يوعي الناس في أمور دينه. ومن ضمن ما هو من اختصاصي أنا وهو اختصاص العقيدة، نحن نعلم أن من كتب وألف في أمور العقيدة ألف وأصل وبوب ورتب هذه الأصول وهذه المسائل، ونجد أن علماءنا من علماء السلف عندما تطرقوا لهذه القضايا تطرقوا إليها ورتبوها ورتبوا أولوياتها، فأول ما بدأوا به هو الإيمان بالله، وتحت هذا الركن من أركان الإيمان تحدث العلماء عن أقسام التوحيد، وتحدث عن مسائل الاعتقاد المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل في شتى جوانبه، ثم انتقلوا لما بعدها من الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب ونحو ذلك بترتيب متسلسل، وجعلوا مسائل الأسماء والأحكام أبوابا ملحقة بهذه المسائل، بهذه المسائل لم يجعلوها مبتدأ الأمر ولم يجعلوها في أصل الأمر، وإنما ألحقوها بأبواب الاعتقاد كمسائل ملحقة، وبالتالي كان هذا ترتيبه. لكننا نعيش اليوم عصرا من عصور الفتن التي للأسف انعكست فيها هذه الأولويات، انعكست فيها هذه الأولويات، فنرى أن بعض الناس وهم من المبتدئين في هذا العلم وفي هذا الفن يتسورون على هذا الأمر ويتحدثون في مسائل الأسماء والأحكام، وهم لو سألت بعضهم عن بعض مسائل أصول الدين ليس عنده فهم أو فقه فيها، وبالتالي لما خاضوا في مسائل الأسماء والأحكام حصل ما حصل من غلو، وحصل ما حصل من جنون، وحصل ما حصل من استباحة للأموال واستباحة للدماء واستباحة للأعراض، ولعل من يتتبع أخبار هؤلاء يجد أنهم ما حصل لهم ما حصل إلا لأنهم أخلوا بهذه الأولويات، أخلوا بهذه الأولويات. بعد نحن نؤكد على أن حديث جبريل العظيم الذي جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر
لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، إلى آخر الحديث. فلما ذهب وولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهنا في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب للأولويات، ترتيب للأولويات. فالإسلام بمجموعه الأمور الظاهرة، والإيمان بمجموعه الأمور الباطنة، والإحسان هو الإتقان بمعنى إتقان الظاهر والباطن، إتقان الظاهر والباطن، يعني تتفق ظاهر الإنسان مع باطنه في هذه الأمور، فعند ذلك يبلغ مرتبة الإحسان. فلاحظ كيف رتب جبريل سؤاله وكيف النبي صلى الله عليه وسلم رتب جوابه. فلم يسأله عن الإحسان ابتداء، وإنما سأله عن الإسلام باعتبار أن الإنسان عند دخوله في هذا الدين عليه أن يقيم شعائره الظاهرة، وكذلك بعد ذلك يأتي